ذكرتم المسح على الإمامة بارك الله فيك. نعم. فلا ينكر على من مسح الإمامة في الحالة هذه، ليس لها وقت معين. الصحيح أن مسح الإمامة ليس له وقت معين، وذلك لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والشيء الذي لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن نقيد الأمة به. نعم. بالنسبة للعمامة، هل العمامة حدثنا أو العمامة الملفوفة يا شيخ؟ لا، العمامة هي الملفوفة على الرأس اللي يصعب فكها يعني. أي نعم. أما الغترة والشماغ والعقال فالأولى، فهذه ما في الأولى، يجب أن نزيلها ويمسح رأسه. يعني العمة مثل عمة الإخوان الأفغان والسودانيين، مثل الأفغان والسودانيين وغيرهم. وكذلك يوم ما يلبسهم الناس في أيام الشتاء من القبعة هذه، القبعة التي تكون عشامة للرأس كله وفيها طوق من أسفل من عند الرقبة، هذه لا حكم عمامة. والمسعى للعمامة مثل المسعى للرأس، يعمم أو جزء بسيط؟ لا، يكفي أكثرها، يكفي أن يمسحها أكثرها. جزاك الله خير. ما تمسح الأذن، تكون إن كان مكشوفة تمسح، إن كان أن العمامة قد سترتها فلا تمسح.